إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم. الله أسأله أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم أمين يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل، وهو قول الحق. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم موقفين عند حدوده، متبعين لهدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وحفظكم الله أيها المسلمون في مشارق الأرض وفي مغاربها، وحفظ الله مصر وجميع بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء، اللهم أمين يا رب العالمين. ومعكم فضيلة الشيخ شعبان درويش، أهلا ومرحبا شيخي كريم. أهلا ومرحبا، حياكم الله يا أستاذ أحمد. صلى الله عز وجل أن ينفعنا بعلمكم وأن يمتعكم بالصحة والعافية، آمين يا رب العالمين. وأن يتقبل العمرة من فضيلة الشيخ مصطفى العدوي، آمين يا رب العالمين. وكان أمس معي بعض الأسئلة من الإخوة المتصلين والأخوات المتصلات، وأيضا معي بعض الأسئلة على صفحة البرنامج أهل الذكر على الفيسبوك، وننتظر اتصالات حضراتكم ليتمكن فضيلة الشيخ شعبان درويش من الإجابة عليها أثناء اللقاء بإذن الله تعالى. أخونا حجاج شيخ كريم يسأل، لو مرت أمامه جنازة وهو لا يدري كان رجلا يعني المتوفى أو المتوفاة رجلا أم امرأة، فماذا يقول من دعاء شيخ كريم؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. يعني هو لا يلزمه أن يخص بالدعاء رجلا أو امرأة إلا عند العلم، إنما إذا كان لا يعلم وهي جنازة مسلمة أو مسلم في ديار المسلمين فإنه يدعو بالمغفرة والرحمة لعامة أهل الإسلام ولصاحب هذه الجنازة أو لصاحبة هذه الجنازة. اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها، اللهم أحسن نزولها، اللهم وسع مدخلها، وهو يقصد من في هذه الجنازة، فيدعو الدعاء العام لهذه الجنازة ولعامة أهل الإسلام. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا إلى آخره، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. هو لو صلى الإنسان السنة النافلة بعد الفريضة مباشرة دون الأذكار، هل عليه من وزر شيخ كريم؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله بعد. هو ليس عليه وزر، بمعنى ليس آثما ولا عاصيا، لكنه فعل خلاف الأولى، فإنه قد ثبت الأثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وغيره من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين أنهم كانوا يكرهون أن يتبع الرجل النافلة بالفريضة دون أن يتحول أو يتكلم. يتحول يعني ينتقل من مكانه، أو يتكلم بمعنى يقول الأذكار التي بين بعد الصلاة المفروضة. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى بالناس واجههم بتلقاء وجهه عليه الصلاة والسلام، وجلس قليلا في صلاة حتى يفرغ من بعض الأذكار الثابتة عنه بعد الصلاة المفروضة، ثم بعد ذلك يتنفل بالصلاة. فهو إذا فعل هذا فعل خلاف الأولى، والصواب أن يتكلم أو يتحول من مجلسه، بمعنى يقول الأذكار أو يتحول من مجلسه ثم يصلي النافلة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. الأخت أم محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أختنا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سمحت أستاذ أحمد، أنا عندي سؤالين، بالله عليك اسمعني بس لأنه في سؤال طول شوي، يعني بالاختصار يكون افضل عشان وقت البرنامج وقت المشاهدين. اتفضل. ماشي حاضر. انا جوزي كان في السعوديه من سنه 90 وكان في واحد هناك شغال معاه سعودي الو نعم سامعين حضرتك. ايوه فن. وكان في واحد سعودي هناك شغال معاه، فهو ايه كان نزل مصر وما كانش ناوي يرد تاني او ما كانش عارف ظروفه ايه، فهو اداله مبلغ 500 ريال وكان عايز منه طلبات مصريه من هنا، يعني طلبات من مصر، فهو قال له لا انا مش واخد. المهم لح عليه في الاخر وقال له يمكن نيجي وممكن ما نجيش، قال طب بس خدهم لما نرجع نتحاسب. فراح عشان يجيب له طلبات، فهو ايه ما حصلش نصيبه وراح مصر تاني. ففي واحد كردد السعوديه فاشترى الطلبات دي، وكان ما كانش في نيته الخيانه يعني ولا الغادر زوجي، فهو راح يودي الطلبات دي للراجل اللي هو رايح للسعوديه تاني، فقال له انا مش رايح. فالكلام دي من سنه 90،
فهو يعني الى الان لم يؤدي هذه الاموال او هذه الامانه الى اصحابها. فهو يعني دلوقتي هو حاليا دلوقتي لو حب يطلعهم صدقه على نيه اللي هو صاحبهم يطلعهم بسنه الريال اللي هو سنه 90 هم 500 ريال او الريال اللي هو حاليا دلوقتي. حاضر. ويطلعهم على فترات طويله ولا على كم فتره لان هو الظروف يعني الحمد لله على كل حال. حاضر. طب ماشي دي سؤال استاذ احمد الله يكرمك ويرضى عليك. السؤال الثاني بقى انا صاحبه المال اللي جاء من عند الله فانا عايزه نستفسر سؤال. انا بقى لي اربع ايام متصله مش عارفه نوصل لحضرتك اللي هو ال 50,000. ايوه يا استاذ احمد الله يكرمك هو ان شاء الله بعد عمر طويل ربنا يخلي لي زوجي يعني امين. انا معايا ولا وبيت صغيرين يعني بيت في ابتدائي ولا بنخش المدرسه وهم دقهم بسم الله ما شاء الله عليهم عنده بيت الولا ابنه الثاني عنده بيتين وعنده مال ما شاء الله ما يكفيه زياده. هم الشيخ اجابك مش حضرتك اجبتها المره الماضيه وقال خلاص هو يعطي الاطفال الصغار ما داموا هم في حاجته. الشيخ اجاب يا اختنا الفاضله. لا يا استاذ احمد انا نقصد بعد عمر طويل لابوهم لهم في الخمسين ولو ربنا اراد وقف لنا اولاد الحلال وكمل لنا وجابوا لنا شد لهم فيه يا استاذ احمد. حاضر. طيب وبالنسبه للزكاه على راس المال اللي هم ال 50 ولا على الربح اللي طالع اللي احنا بنصرفه منه؟ حاضر على اصل المبلغ على اصل المبلغ ام من الرياح؟ حاضر الارباح. حاضر ولا الارباح اللي هم ال 500 جنيه بناخدهم بنصرفه منهم؟ واضح يا اختنا. وفي سؤال كمان يا استاذ احمد اتفضلي. الولا والبيت التانيين ما شاء الله مبسوطين ماديا جدا 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 ما شاء الله. احنا والله والله يعتبر اكلنا وشربنا على الغله والرز اللي بتجيلي من عند ربنا والله والله دخله كله من عند الله من الاخر. ربنا يوسع علينا وعليك. اظن ان الشيخ اجاب في المساله دي بس انا عايز نعرف هم لهم في بعد عمر طويل لزوجي وفي نفس الوقت لو ربنا هي المساله كلها مساله انه استثناء هؤلاء من التركه لانهم ميسورون وميسورين وهكذا. الشيخ معك والسؤال واضح وفي امان الله يا ام محمد. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. أمة الله السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا. أهلا بحضرتك. عندي سؤال بعد إذنك. اتفضل. بس قبل السؤال في حاجتين صغننين كده هقولهم بسرعة. امبارح كان في أخ عمل مداخلة وطلب من الشيخ إنه يعملوا برنامج لتفسير الرؤى. وأنا بضم صوتي لصوت الأخ وفي ناس كتير على فكرة طالبة الطلب ده. وأنا أيضا معكم. ربنا يبارك فيك. يعني انا فعلا في ناس بتتاثر بموضوع الرؤى ده يعني على النقيضين الحلو والوحش صحيح يعني. وفي ناس كمان يعني في المجال ده يعني مش عايز اقول يعني دخلوا فيه من غير علم ولا ولا اي تاهيل. بعض الناس اللي بتكذب في المواضيع اللي زي دي دي النقطه. النقطه الثانيه حتى قلت لي امبارح ان الحلقه بتاعت 24/11 نزلت دورت عليها ما نزلتش. طيب عايز اشغلكم يعني انا بعد الحلقه باذن الله سابحث عنها بنفسي ولو كان كده هبعت لحضرتك ان شاء الله تعالى او لحضرتك على الرابط عليها ان شاء الله. حاضر ربنا يبارك فيك. مش عايزه اثقل عليكم يعني كان لا خالص مفيش حاجه لا خالص يعني لا ان شاء الله تعالى. السؤال بقى في حد حصل عندهم حاله وفاه وحبوا يعملوا قصه ان هم يجتمعوا كل حد ياخد جزء من القران يقراه وتاني يسكت وتاني يكمل او يوزعوه على بعضهم هم في البيوت كل واحد ده بعد حاله وفاه الله يرحم الجميع يا امه الله. يعني حد عندهم بنت توفاها الله يعني صغيره في السن 21 سنه فهم متاثرين جدا فكلموني يعني في الموضوع ده. يوزعون القراءه هذا ربع وهذا ربع وهذا ربع وهكذا هذا جزء وهذا جزء 30 جزء يوزعوهم هم شباب معظمهم في الجامعه اصحابها او زمايلها يعني. انا طبعا اعرف انه هدي الرسول صلى الله عليه وسلم ما كانش كده ولا الصحابه ولا الكلام ده وانا قلت لهم الكلام ده عليه الصلاه والسلام. بعتولي فتوى مكتوبه عن الشيخ العلامة الصاوي هي مكتوب كده عن العلامة الصاوي في حاشيته على كتاب الشرح الصغير انه اجاز ده وقالوا ان يجوز ان كل واحد يقرا سوره او ربع او جزء والتاني ويسكت والتاني يكمل وده نقلا عن الامام مالك او عن مالك بقى يقصد مالك بقى خادم الرسول صلى الله عليه وسلم ولا مالك الامام مالك انا مش عارفه هو يقصد مين بالظبط يعني بس كاتب كده يجوز ابتداء بمالك رضي الله عنه انه ده اجاز الوضع ده. فانا طيب. عايزه فلما قلت لهم ده مش من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم ولا صحابته قالوا لي انت بقى هاتي الادله احنا جبنا الدليل عن طريق العلامه عملوا عليهم كتر خيرهم. حاضر هاتي انت الدليل بالمنع او بانه لا يجوز. حاضر جزاكم انا معايا ورقه وقلم هكتب ماشي جزاكم الله خير يا رب يتقبل. حاضر يا امه الله في امان الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ام عبد الرحمن
السلام عليكم يا اختنا. وعليكم السلام ورحمه الله. اهلا ومرحبا استاذ احمد. نعم. ازي حضرتك استاذ شعبان؟ الحمد لله رب العالمين. الله يكرمك. كان عندي سؤالين يا استاذ احمد. نعم. كنت اشتريت بعض الحاجات بحوالي مبلغ 17000 جنيه. المحل عمل لي خصومات 400 جنيه بس اداني الخصم ده ككوبون اخد حاجات من المحل بعد كده. فده يجوز ولا لا؟ يعني خصومات؟ خصم عمل لي خصم 400 جنيه. يعني اشتريتي بمبلغ معين فاعطاكي 400 جنيه خصم؟ ايوه. بس ادالك يا كوبون اجي اخد حاجات من المحل برضو نفسه. حضرتك معايا يا استاذ؟ نعم. فده يجوز ولا لا؟ السؤال الثاني يجوز ان الواحد يصلي اول المؤذن. الامر ده كان مشروط يا ام عبد الرحمن، اشتري ب 2000 جنيه تحصل على كذا. ايوه استاذ، يعني لو ده كان مشروط 10000 جنيه او 20000 جنيه هتاخد عليهم خصم، بس احنا ما كناش نعرف اول ما روحنا، ما كناش نعرف ان في حاجه زي كده موجوده عنده. احنا لما اشترينا الحاجات وجايين بندفع فقال لنا انتوا لكم خصم المبلغ كذا، بس هم ما اعلنوش في الاول. حاضر. السؤال الثاني استاذ احمد، يجوز الواحد يصلي اول المؤذن ما ياذن ما استناش لحد ما يكمل لو انا مستعجله ومثلا عايز اخرج وكده؟ حاضر. بس كده جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، في امان الله يا اختنا. نعم شيخي الكريم، الكلام في الخلاء ما حكمه؟ نعم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. عليه الصلاة والسلام. الحنابلة ذهبوا إلى منع الكلام عامة، سواء كان كلاما بالقرآن أو بالأحاديث أو بالأذكار أو بغيره، فمنعوا الكلام مطلقا أثناء التخلي. وأما جمهور أهل العلم فمنعوا الكلام الذي فيه ذكر لله تبارك وتعالى أو ذكر للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. عليه الصلاة والسلام. واخد بالك؟ نعم شيخنا. اتفضل. فالشاهد انه الكلام بذكر الله عز وجل اشد كراهة، والكلام في غير مصلحة مرجوة اثناء التخلي او داخل الخلاء مكروه كراهة التنزيه. يعني هذا جمعا بين قول الجمهور وقول الحنابلة. يبقى الكلام بذكر الله مكروه كراهة التحريم، والكلام في غير المصلحة مكروه كراهة التنزيه، لأن الرجل مر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتخلى عليه صلوات الله وسلامه فألقى عليه السلام فلم يرد عليه النبي عليه صلوات الله وسلامه حتى انتهى، فقال إنه لم يمنعني آنفا أن أرد عليك السلام إلا أني كرهت أن أذكر الله عز وجل على غير طهر. فبالتالي الجمهور ذهب إلى كراهة الكلام بذكر الله، والحنابلة عمموا مطلق الكلام أنه مكروه أثناء التخلي، يعني في الحمام أعزكم الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. الأخت أم محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أختنا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا مرحبا. فيها سؤال، يعني واحدة عايزة يعني تعمل خير، فهي نفس يعني شرط عليها، قالت لها يعني ممكن تطلع واحدة عمرة محتاجاها، والتانية قالت لها لا ممكن تجوزي واحدة بيهم، فهي عايزة تطلع اتنين تلاتة، واللي جنبها التانيين عايزين يقولوا لها يعني تساعدي او الناس تاكل او تطلع عمرة، ففين الارجح فيهم؟ يعني دي احسن ولا دي احسن؟ حاضر. ربنا يرزقنا وإياكم عمل الخير، آمين يا رب العالمين. حاضر يا محمد، فأمان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. القرآن بلا تشكيل، يقرأ القرآن أو تقرأ القرآن بلا تشكيل يا شيخ الكريم، فما الحكم؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. لا طبعا لا يصح أن نقرأ القرآن بغير التشكيل، وإن كان يتعتع فيه. لا، التعتع ليست معناها ان هو لا يقرأه بالتشكيل، انما التعتاع معناه انه لا يقرأه بقواعد التجويد. يعني بالغنة وبالإضغام وبالإخفاء وبغيره. انما اذا قرأ الانسان منا القرآن بغير ضبط ولا تشكيل فان يلحن. سيقع منه اللحن الجلي الذي ربما يعكس المعنى بالتمام والكمال. وإذا ابتلى إبراهيم وإذا ابتلى إبراهيم ممكن وإذا ابتلى إبراهيم جعل إبراهيم هو الفاعل في الابتلاء، بينما الآية وإذا ابتلى إبراهيم ربه، يعني نعم ربه في تقديم وتأخير، إبراهيم هو المفعول، وبالتالي إذا اختل الضبط سيختل المعنى. نعم. مثلا
إياك نعبد وإياك نستعين، لو إنه خلى المرفوع منصوب وستكون كارثة في المعنى. أنعمت والأنعمت أو أنعمت وأنعمت، صحيح. فلا يجوز أبدا للمسلم أن يقرأ القرآن بغير ضبط ولا تشكيل، إنما ربما يعفى عن مسألة القراءة بالغنة وبالإضغام وبالإخفاء، وهو ما يعرف عند أهل العلم باللحن الخفي وليس اللحن الجلي، وإن كان بعض العلماء يعتبر حتى الغنة والإخفاء والإضغام وغيره من اللحن الجلي، لكن خلينا نأخذ بقول الجمهور أفضل وأهون شوية وأيسر كتير. ففي هذه الحال نقول جود القراءة بسماعك للكثير من المقرئين، أو اقرأ على يد من يعلمك القراءة قبل أن تقرأ بغير الضبط والتشكيل، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. أستاذة سارة، السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلا ومرحبا. نعم تفضلي. لا سمعت حكم النحنحة في الصلاة ايه؟ حكم الثاني. ما حكم النحنحة؟ اللي هو يصدر صوتا من الحنجرة يعني؟ نعم. طيب حاضر. ايوه. السؤال الثاني، احنا نعرف ان المنية طاهر والمدلي غير طاهر. وفي رأي طبي بيقول ان والاراء الطبيه بتقول ان المادي احد مكونات المنيه يعني. نعم بتقولي ايه؟ اراء طبيه ماذا تقول؟ ان المادي احد مكونات المنيه، وان وسمعت ان هو اللي بيسبب اللزوجه في المنيه، فازاي هو المنيه طاهر وهو غير طاهر؟ طب رحمه ربنا بينا، شيخنا يجيبك. حاضر حاضر. طب السؤال الثالث، اتفضل. في واحد كان عنده عمارتين، كتب عماره باسم الاولاد وما مات الاولاد رفضت ان هم يورثوا البنات في العماره دي، فحكم فعلا دون ايه؟ ربنا يرحمه ويسامحه. مشكله. اكل الميراث للاناث مشكله، ربنا يعافينا وعافيه. ده قديما وحديثا شيخي الكريم. نعم لو سمحت. بعد كده اللي بيفوتوا كذا ركن مع الايمان في صلاه الجماعه، يعني ممكن يفوتوا ركن مع الايمان. اللي بيفوتوا ايه يا اختنا؟ يعني لو واحد بيصلي يا جماعه والامام ركع وهو ما ركع معاه، مثلا هو بدل ما هو ركع الامام كان نزل للسجود، فاتوا ركنان مع الامام، حكم دول فاته. حاضر. الركوع او حركه. تمام حاضر حاضر. فمن الله؟ ام يوسف، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ام يوسف، السلام عليكم. ورحمة الله وبركاته يا أختنا، أهلا ومرحبا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي. معلش أستاذ أحمد لو سمحت، يا ربي يبارك لك صبرا. بارك فيك. أيوه مع حضرتك. وطي التلفزيون وسمعي من التليفون. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مع نعم. حضرتك أنا يا أستاذ أحمد. نعم سامعينك والله. اتفضلي. بعد إذن حضرتك عايز أسأل الشيخ، حكم زوج بيعامل زوجته معاملة وحشة قوي. ربنا يهدينا ويهدينا. معاملة سيئة. أيوة أستاذ أحمد، بقول لحضرتك حكم الزوج الذي يعامل زوجته يعني معاملة سيئة وبيضربها وبيسبها بالضرب وحاضر، مش عارف أعمل إيه شيء. ربنا يعافيكي والشتم. حاضر. صلى الله أن يتوب علينا وعليه. حاضر يا أم يوسف. فأمان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كان في المنام ورأى نفسه ينظر في المرآة، فما الحكم شيخي الكريم؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، نقول لهذا الأخ السائل بارك الله فيه، غفر الله لنا ولك، راجع نفسك بينك وبين الله عز وجل، فإن الإنسان ربما يكون يصيبه بعض العجب ببعض أعماله التي يعملها، نسأل الله السلامة، فيرائي أو يسمع ببعض ما يعمل لله تبارك وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من رأى الله به، ومن سمع الله به، والناظر في المرآة إنما هو لا يرى إلا نفسه، فيستغفر الله عز وجل ويتوب ويصلح ما بينه وبين الله تبارك وتعالى، ويجدد أمر الإخلاص في نفسه، ولا يسمع ولا يرائي بأعماله، ويحتقر شأن نفسه. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. أمة الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أختنا. عليكم السلام. ممكن اكلم الشيخ؟ الشيخ معك، تفضلي. الله يرضى عنا وعنك. تفضلي. والله يا شيخ هو مش سؤال، هي رؤيه وعايزه حضرتك تنبئني بيها يعني. نعم. ممكن اقولها؟ تفضلي.
هي والدتي رأت في المنام ان انا وجدتي اللي توفت قاعدين جنبيها في مكان مظلم جدا. وبعدين الو ايوه نعم احنا ساكتين عشان حضرتك بقول لحضرتك يا رؤيا والدتي شافت ان انا نعم مع جدتك الله يرحمها في مكان مظلم. بعدين رأت ان القمر ساطع في السماء ورأت الشيخ محمد ايوه ان القمر ساطعا ان القمر ساطع ورأت الشيخ محمد حسان الله يحفظه فيه. نعم. وبعد كده رأت واحدة شديدة الجمال زهرة في القمر ده. وبعد كده راح القمر ده اختفى وجت بعد كده شمس. وهي كانت قبل كده حلمت ان القمر والشمس انفصلوا، يعني القمر اصبح قمرين والشمس اصبحت شمسين. فهي قلقانة من الموضوع ده وخايفة، فهي عايزة حضرتك تطمنها بأي حاجة من ناحية الرؤية دي. فأمان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذة وفاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا. أهلا بحضرتك. تفضل. عندي سؤال لو سمحت للشيخ بعد إذنك. يا هلا تفضل. حكم كيفية صلاة سجدة التلاوة. كيفية سجدة التلاوة. كيفية سجدة التلاوة. هي يعني فيها تكبير في الأول وتسليم في الآخر وهي سجدة واحدة ولا سجدتين؟ طب واحدة أم اثنين؟ وانا بصلي حد بيخبط نسمع الباب بقول الله اكبر، مش بيسمع من اول مره فبقول تاني بصوت عالي شويه عشان اسمع اللي بره. دي حكمها ايه؟ بتبطل الصلاه ولا ما بتبطلش الصلاه؟ حاضر فامان الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الاخت امه الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عايزه اسال لو سمحت انا سؤال. كنت سالت امبارح عن حكم الافرازات الصفراء، فمعلش انا ما فهمتش من الشيخ، يعني هي تنقض الوضوء مش كده؟ حضرتك سالتي عن حكم ايه؟ نعم الافرازات الصفراء. انا لسه تقريبا والله اعلم انا ما سالتش السؤال ده اصلا. لا سالنا سؤال. لا انا سالته لسه. طيب سؤال امبارح. طيب الافرازات الصفراء. طيب يعني هي عايزه بس اعرف اتاكد انها هي تنقض الوضوء. وانا بعد معلش بس ما عرفتش اوضح السؤال امبارح، ان انا بروح مركز قران تحفيظ قران كل اسبوع، فهي بيجي علينا وقت صلاه العصر، فانا مش بيتاثر ليا دايما ان انا اتوضا، لان هو عددنا كبير شويه وهو حمام طبعا واحد، فمش بيتاثر ليا دايما. انا ببرح متوضيه لكن مش بيتاثر ليا ان انا اتوضا هناك، فممكن اصلي بنفس يعني ابقى متحفظه لكن اصلي بنفس الوضوء اللي انا رايحه بيه. حاضر شكرا جزاكم الله خير. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. صلاه بنفس الوضوء. حاضر فامان الله. نعم شيخي الكريم. ما زلت في اسئله امس. الصلاه بالنظاره، اختنا تسال عن الصلاه بالنظاره فما حكمها؟ نعم الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا ورسول الله. وبعد، صلاه بالنظاره لا باس بها، لان النظاره ان كانت نظاره نظر فهي يعني مما يحتاج اليه. المهم ان تكون الجبهه والانف موضعهما على الارض مباشره، يعني لا تحول النظاره بين وضع الجبهه على الانف ولا تحول النظاره بين وضع الانف على الارض. أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، فالأنف والجبهة عضو أساسي في مواضع السجود يجب أن يكون على الأرض، فما دام النظارة لا تحول بينهما وبين الأرض فلا بأس بذلك، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. أختنا إناس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أختنا أهلا ومرحبا. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. جزاكم الله خير وفي ميزان. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. واياك يا اختنا الله يرضى عنا وعنك ويتقبل منا ومنكم صالح العمل. تفضلي. الله يبارك فيك. حضرتك يعني هي رؤى ان شاء الله، رؤية كده ربنا يكرمك كده، ممكن اقولها؟ سريعا تفضلي. ان شاء الله. والدي متوفى من 5 سنين كده، ويعني انا يعني حلمت ان هو ان شاء الله يا رب باذن الله ربنا يجعله في اعلى علينا يا رب. امين. في مكان واسع واخضر وجميل وحاجه يعني الحمد لله رب العالمين. وبعدين انا والدتي يعني نقد الحياه ربنا يديها الصحه. ربنا يحفظها ويسترها يا رب. الله يكرمك. فانا قاعده انا في والدي في زي مرجيحه كده، ووالدتي جنبي
بس زي ما تكون بتجري بتحاول تحصلنا او كده مش قادرة. فانا بقول يا رب يكون ان شاء الله يعني هو راضي عني او كده. وفجأة بحط رجلي كده على المرجحة يعني بعمل حركة كده علشان توسع وتاخد والدتي جنبينا يعني او معانا او كده. وقمت من النوم ان شاء الله يكون خيرا وجزاكم الله خير. وإياك في أمان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخي الكريم. نفس الأخت يبدو أنها تعمل في مكان وهذا المكان فيه اختلاط وهي تخشى الذنوب بسبب هذه الخلطة، فماذا عليها شيخي الكريم؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، أولا إذا لم تكن مضطرة إلى العمل وليست في حاجة إليه فيعني من استغنى أغناه الله عز وجل. أما إذا كانت لا تستغني عن العمل للحاجة والاضطرار ففي هذه الحالة يجب عليها أن تحذر من أمر الاختلاط، فتطلب مثلا النقل من هذا القسم أو هذه الإدارة إلى إدارة أخرى ربما لا يكون فيها اختلاط. فإن لم يكن هناك إدارة أخرى متيسرة بعدم وجود الاختلاط فيها فيجب عليها هي إذن أن تحتاط من هذا الاختلاط بأن تلتزم بحجابها الشرعي تماما وأن تلتزم بآداب العلاقة بين المرأة وبين الأجانب من الرجال إلا في حدود الضيقة وهي حدود العمل فقط. إذا فعلت هذا وهي تستغفر الله عز وجل فنسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ولها وأن يعفو عنا وعنها وأن يحفظها ويحفظنا وأعراض المسلمين. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. أنا هكتفي بعد هذا الاتصال يا أستاذ عدنان. أم عبد الفتاح السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأسئلة كثيرة، فضلي يا أم عبد الفتاح. السلام عليكم. فضلي وعليكم ورحمة الله وبركاته. فضلي حضرتك معنا. فضلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انقطع الاتصال. أم عبد الفتاح أيوة معنا، تفضلي يا فندم. وقت التلفزيون واسمعني من التليفون من فضلك. تفضلي. قطع الاتصال. طيب حاضر شيخي الكريم. نعم، حلفت او اخوها يعني جعلها تحلف على المصحف انها لا تخبر احدا وفعلت، فماذا عليها وكيف تكفر شيخي الكريم؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، الحلف بالمصحف اجازه جمهور اهل العلم وهو كالحلف بالله تبارك وتعالى لان القرآن كلامه وصفة من صفاته، وبالتالي إذا حنثت في هذا اليمين فعليها الندم والاستغفار وكثرة العمل الصالح لأنها وقعت في حنث اليمين وهو إن كان من غير حاجة ولا ضرورة فهو شيء حرام. ثم عليها كفارة اليمين، إطعام 10 مساكين إذا كانت مستطيعة للإطعام، وإلا صامت 3 أيام سواء متتابعات أو متفرقات. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. حكم المسح على الجورب بدون عذر. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، المسح على الجورب أو على الخف لا يحتاج إلى عذر حتى يكون، يعني يجوز أن يمسحه المعذور ويجوز أن يمسح عليه يعني الجورب والخف غير المعذور لأنه رخصة، والله عز وجل يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. حكم شراء سنوات عمل التأمينات يعني. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، إذا كان شراء السنوات التأمينية بالفوري يعني بدفع الثمن معجلا فلا بأس بذلك، إنما إذا كان الشراء سيكون بالقسط يعني بالمؤجل ففي هذه الحالة سيفرض عليها ما يعرف بالفوائد وغرامات تأخير في بعض الأحيان، والفوائد على الدين ربا صريح كما هو المعلوم من دين الإسلام، فلو هتشتري بدفع الفلوس فوري فما فيش إشكال، إنما بالآجل ستكون تحت وطأة الفوائد وغرامات التأخير وهذا حرام. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. تاجر دون محل يريد أحد الناس أن يشتري له أعزكم الله بقرة أو أقل جاموسة أعزك الله، لكنه ذهب معه المشتري ودفع له 2/3 المبلغ في نفس المكان الذي اشترى منه هذه البهيمة جزاكم الله خيرا وعزكم الله. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، هو طبعا غفر الله لأخينا السائل، هو يسأل بعد أن فعل، والصواب أن نسأل قبل أن نفعل عشان نمشي صح كما يقولون. وهو
حاول أن يجتهد لأن في نفسه ريبة وشك من هذه المعاملة، فحاول يعني أن يدفع بعض هذه الشك، بعض هذا الشك وهذه الريبة، فدفع له ثلثي المبلغ. لكن المعاملة فيها احتيال على القرض طبعا، المعاملة صريحة في الاحتيال على القرض. لكن إمتى تجوز المعاملة؟ والله يا عمنا أنا عايز جاموسة مثلا أو بقرة في حدود 8,000-9,000 جنيه، فالرجل بيروح يشتريها، اللي هو التاجر يروح يشتريها بنفسه بالفعل، فإذا اشتراها ودفع ثمنها وتملكها وصارت في حوزته، أنا بعد كده أشتريها منه شروة أخرى. طيب هتديها لي بكام؟ هديها لك ب10 عشان أنا جايبها ب8 أو جايبها ب9 يقول أنا جايبها بكام؟ ما فيهاش مشكلة في هذه الحالة، إنما الصورة دي صورة فيها احتيال على القرض. فيعني هو فعل الآن، فعليه التوبة والندم والاستغفار وطلب المغفرة من الله تبارك وتعالى كثرة العمل الصالح. فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. طبعا كان اتصال أخير لأخي الحبيب أبي بلال، طبعا وصاحب الاقتراح الجيد، ربنا يحفظكم، لبرنامج رؤى أو تفسير رؤى وأحلام لحضرتك طبعا وفق كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وبعيدا عن المشعوذين والدجالين، وجزاكم الله خيرا شيخي الكريم. وأنا أضم صوتي لأمة الله ولأبي بلال، إن شاء الله نعرض هذا على الإدارة وإن شاء الله تعالى يكون بالإجماع. لا أبدا، أنا علقت أمس وأيضا أكرر نفس التعليق اليوم، أبدا أنا المبدأ نفسه يعني عليه لي عليه مزيد من التحفظ، يعني يكون برنامج مخصص لها، يكون برنامج مخصص تفسير الأحلام والرؤى. أنا متحفظ على هذه الفكرة من زمن طويل، من سنوات طويلة، حتى ولو كان التفسير وفق كتاب الله والسنة، حتى يعني حتى أنت عارف البرنامج جاء يعني قدم في عدد من القنوات الإسلامية سابقا، سمولنا في ناس يعني، وأنا والله متحفظ من يومها على هذه الخطوة إلى اليوم، لعله يكون ردا على الذين يتاجرون بهذه المسائل. وانت عارف حضرتك كم من مشعوذ وكم من دجال ودجالة دخلوا في هذا المجال وأفسدوا على الناس حياتهم ودينهم، نسأل الله العافية. على العموم انتم دعواتكم يعني أن يعني يزيل الله هذا التحفظ من نفسي، فلعل الله عز وجل أن يكتب لنا خيرا إن شاء الله فيما بعد. وأخونا بلال دائما، أبو بلال قصدي، دائما ما يفجر علينا المسائل العظام الجلل، بارك الله فيه وغفر الله لنا وله. أمين يا رب. وكذلك لأختنا أمة الله التي ضمت صوتها لصوتك وصوتي، نعم جزاكم الله، غفر الله لكم جميعا ولنا ولجميع المسلمين والمسلمات. أم محمد زوجي في السعودية من التسعينات، أو كان في السعودية، ويبدو أن المسألة كان فيها أمانة أو حد من السعودية أعطاه يشتري شيئا، وهو ما كان في نيتي لا التحايل ولا الغش ولا أن يأخذ هذا المال، فهل يتصدق على هذا الرجل الذي هو ما عاد إليه مرة أخرى شيخ كريم، أم ماذا يفعل؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. الأبرأ لذمته إن كان الرجل ما زال على قيد الحياة، يمكن بوسيلة ما ولو باتصال تليفوني أو رسالة حتى هاتفية أو رسالة ورقية مكتوبة أن يراسل هذا الرجل وأن يبعث له المبلغ مع أي أحد، فهذا هو الأبرأ لذمته أمام الله سبحانه وتعالى. لكن أنا إمتى أتصدق بالمبلغ؟ لما أعجز بالفعل عن الوصول إلى صاحب المبلغ. إن عجزت عن الوصول إليه أقول ليس هناك أي حل أتحلل به من هذا المال إلا أن أتصدق به، فلعل الله أن ينفعه بالصدقة، ولعل الله أن يكتب له الأجر أيضا إذا تصدق بالمبلغ وأبرأ ذمته أمام الله. لكن هي كانت بتسأل برضو جزئية، لا بتسأل في جزئية، هو بالريال سنة 90 ولا بالريال النهاردة؟ طبعا هو خدهم 500 ريال، ها يردهم النهاردة سواء رد مباشر للرجل أو رد على سبيل الصدقة، برضو 500 ريال بسعر النهاردة، يروح يشتري 500 ريال من الصرافة ويتصدق بها إن عجز عن توصيلها لصاحبها، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. مسألة 50,000 اللي هم أتوا عن طريق مساعدات الناس، هم يبدو أنهم في استثمار، والرجل يعطيهم 500 جنيه تحت الحساب، ويبدو أنها زوجة ثانية، والزوجة الأولى طلقت وعندها أولاد كبار وعندهم وعندهم وعندهم، وهي تؤكد على هذا المعنى كثيرا، هل لهم بعد عمر طويل في أبيهم في هذا المبلغ شيخي كريم؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. ما دام أبوهم على رأس على قيد الحياة فهذا مصدر من مصادر رزقه ودخله، ينفق به على نفسه وعلى زوجته الحالية التي معه وعلى أولاده الصغار. أما إذا قضى الله فيه أجله فإنما سيخلفه هذا الرجل بعد موته سيكون ميراثا للجميع، إلا أن يسامح هؤلاء في حقهم لصالح هؤلاء الإخوة الصغار. ساعتها سنقول بارك الله فيكم وجزاكم خيرا محمد. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. زكاة المال على أصل المبلغ أم على الأرباح؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، زكاة المال تكون على أصل المبلغ والريع الذي يأتي منه إذا بقي منه شيء عن نفقاتنا. لكن لو الريع اللي بيأتي احنا بنصرفه أول بأول على نفسنا، ويبقى أصل المبلغ في البنك ولا في المكان المحطوط فيه دائما بصفة دائما، إنما الريع احنا بناكله، يبقى إذن العملي والواقعي أن نؤدي الزكاة عن المال الموجود عندنا عند رأس الحول، وهو المبلغ الموجود في البنك، أما اللي احنا بنصرفه على طول اللي هو شغال عند الراجل أو عند المستثمر، ده صحيح، يبقى احنا هندفع الزكاة عن هذا المبلغ الأصلي، لأن الريع احنا بنأكله أول بأول إلا إذا توفر منه شيء، يبقى هنضم اللي توفر على المبلغ الأصلي، هيبقوا 55 57 60، نؤدي الزكاة عن المبلغ في هذه الحالة كله، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. سؤال الأخت أمة الله، طبعا بعدما ضمت صوتها إلى صوت أبي بلال وصوتي مسألة تفسير الأحلام والرؤى، وطبعا مسألة الحلقة إن شاء الله نبحث عنها بعد اللقاء بإذن الله تعالى. أمة الله، قراءة القرآن على المتوفى أو المتوفاة جزءا، كل واحد يقرأ جزءا، طبعا هم يقولون نحن أتينا بالدليل عن العلامة الصاوي أنه أجاز ذلك نقلا عن مالك، ولم يقولوا عن الإمام مالك، الله أعلم من مالك، فهذا دليلهم. وسألوها لما اعترضت وقالت هذا ليس من هدي الحبيب صلى الله عليه وسلم، قالوا جئناك بالدليل فأتي أنت بالدليل. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، هو القاعدة عند علماء الأصول أن الدليل على المثبت وليس على النافي. النافي ينفي شيئا غير موجود أصلا، فهتقول لي هات الدليل إزاي؟ أنا بقول لك هذا شيء ما ثبتش، ما وردش عن النبي. أنت إن النبي عمله، تقول لي هات الدليل وأنا النافي، إنما الدليل على المثبت. أنا بقى العكس بقول لك لا، ده الأمر ده مأثور عن النبي، تقوم أنت تجيب الدليل في الحالة دي إنك تثبت آية حديث، إما آية أو حديث. أو المسألة طبعا من ناحية الفقهية يعني فيها خلاف بين أهل العلم، فالأكثرون يمنعون بالفعل قراءة القرآن ووهب ثوابها إلى الأموات، ولهم حجج في ذلك، إنما أجاز هذا أجاز الإمام أحمد وأبو حنيفة، ورجح مذهبهما شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم عليهم جميعا رحمة الله، هؤلاء يجيزون قراءة القرآن ووهب ثوابها إلى الميت بالطريقة دي، جزء 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 كده، سواء بالطريقة دي أو بغيرها، يعني إن كان له أبناء أو محبون، هذا يقرأ ما تيسر له وذاك يقرأ ما تيسر له وذاك يقرأ ما تيسر له، سواء قصدوا الختمة الكاملة أو لم يقصدوها، ثم يسألون الله عز وجل أن يجعل للميت أو الميتة أجرا ونصيبا من هذه القراءة. هذا الأمر أجازه الإمام أحمد، وأجازه أبو حنيفة، وأجازه الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية، والإمام شيخ الإسلام ابن القيم. وعلى الأخت السائلة بارك الله فيها، إذا أرادت مزيدا من التفصيل أن تقرأ مجلد 24 من فتاوى شيخ الإسلام اللي هو كتاب الجنائز. يعني يا شيخنا عشان بتكتب مجلد 24 من فتاوى شيخ الإسلام اللي هو كتاب الجنائز في فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، فتاوى الكبرى وأفاض، لا الفتاوى، فتاوى بس نعم، أو تقرأ في كتاب الروح للإمام ابن القيم، وده جزء يسير يعني سهل الوصول إليه، أفاض أيضا الإمام ابن القيم في ذكر هذه المسألة من ناحية المشروعية والجواز. وهم لما نقلوا الكلام عن مالك، لا هو ليس منقولا عن مالك، بالعكس ده مالك والشافعي يمنعان قراءة القرآن عن الأموات، أما المالكية والشافعية من بعد إمامهم هم من يجيزوا كالحنابلة والحنفية قراءة القرآن وأهب ثوابها إلى الميت. وقد ثبت الأثر بذلك عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه أوصى بني أن يقرأوا عليه سورة البقرة، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. أخت أم عبد الرحمن دخلت تقريبا مكان كبير في يعني بعض المشتريات، اشتروا بمبلغ معين، هم كانوا يعلمون أن في خصومات عن طريق كوبون ب 400 جنيه خصومات يشتروا بها، يشترون من نفس المكان، هم ما كانوش يعرفوا ده، لكن المكان أصلا حدد سلفا القيمة، تشتري ب 10,000 تشتري ب 20,000 هتاخد خصم 400 جنيه عن طريق كوبون تشتري من نفس المكان بهذه الخصومات، فما الحكم شيخي كريم؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، هذه الصورة في حقيقتها ليس فيها شيء، يعني ليس فيها حرام، ليس فيها شيئا ممنوعا،
لأنه أنا صاحب المال، أنا صاحب المحل، أقول إذا اشتريت ب10,000 أخصم لك 500، إذا اشتريت ب20,000 أخصم لك 1,000 جنيه، فكأنه يرد إليك 500 على سبيل المنحة أو الهدية أو العطية أو غيره. فالصورة في حد ذاتها ليس فيها شيء إلا إذا كانت تضر بالمنافسين الآخرين. بمعنى إحنا في سوق الكهرباء أو في سوق الأدوات المنزلية أو في سوق الملابس أو في سوق الأقمشة، ويطلع محل يروح عامل لي إيه القصة ديت في وسط سوق الأقمشة، هذا يضر بالآخرين برضه يرد في هذه الحالة عايز. إذا ضر بالآخرين نقول ممنوع، لكن إذا لم يكن هذا ضررا بالآخرين أو كان الآخرون يفعلون ذلك أيضا، كل المحلات بتغري الزبائن بالشراء والخصم، ففي هذه الحالة ليس فيها شيء، هي مباحة إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. عليه الصلاة والسلام. طبعا من صغار الدكاكين والمحلات طبعا الكبار، طبعا المحلات الكبرى وهي معروفة بالأسماء، يعني عشان ما تبقاش دعاية، معروفة هذه الأماكن. نعم. هل يجوز الصلاة مع بداية الأذان؟ يعني المؤذن قال الله أكبر، وهو سواء كان الإنسان بقى على عجلة من أمره أم ليس على عجلة، أقام الصلاة وصلى، هل هذه الصلاة جائزة؟ نعم الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. بعد الأذان إعلام بدخول الوقت، فإذا قال المؤذن الله أكبر وشرع في الأذان فهذا وقت الصلاة، سواء انتظر لنهاية الأذان أو صلى في نفس اللحظة التي كبر فيها المؤذن. زي في رمضان احنا اول ما بيقول الله اكبر بنتناول التمر والماء ونشرب على طول ونفك صيامنا كما يقولون. فالذي يبيح الصوم، يبيح الفطرة من الصوم، تكبير الامام وشروعه في الاذان، والذي يبيح الصلاة ايضا شروعه في الاذان والتكبير، وليس شرطا ان ننتظر حتى ينتهي الاذان، خاصة اذا كنا بنصلي في البيت، والله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. امس سأل متصل عن خدمة تسلفني، والشيخ اجاب عن ان دي رسوم تخصم مصاريف ادارية، ولكن هناك شركات تعطي مثلا 4 جنيهات ولكن تحسب الدقيقة بدلا من 15 قرشا ب24 قرشا، فما الحكم؟ وما حكم تحويل الرصيد من هاتف لآخر إذا كانت الشركة تخصم 20% من قيمة الرصيد المحول، وجزاكم الله خير؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، والله الشركات بتعلن عن هذا، وهذا أمر معروف، أنه عند تحويل رصيد من هاتف شخصي إلى هاتف شخصي آخر فهم يأخذوا أجرة هذا التحويل، لأنه التحويل ده خدمة لابد أن تكون في مقابل ثمن، فهذا ليس فيه شيء. ومسألة السلف الـ3 جنيه بـ4 جنيهات، قلنا أمس أن الجنيه ده إنما هو رسوم إدارية ومصروفات الرسائل الرايحة جاية ما بين العميل وما بين الشركة، فلا الصورة ديت مباحة إن شاء الله ما فيهاش حاجة. والصورة الأخرى بتاع التحويل من هاتف شخصي إلى هاتف شخصي بخصم مقابل تخصيمه الشركة لـ20% أيضا ليس فيه شيء، هذا كله في مقابل خدمة، خدمة مدفوعة القيمة، والله أعلم. أم محمد، امرأة تريد عمل الخير، شار عليها البعض بأن تصنع عمرة أو تجعل بعض الشباب يخرجون للعمرة، وقال لها البعض لا، زوجي إحدى الفتيات الفقيرات اليتيمات، على ما فهمت من السؤال. نعم. فأيهما أفضل شيخي كريم؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، نقول لأختنا بارك الله فيها، العمرة ليست فريضة ولا واجبة، إنما هي نافلة من النوافل والتطوعات. فالأولى عندي أن تنفق على يتيمة في نكاح فتأتي لها بضرورات ما تحتاج في النكاح، أو أن تعول أيتاما أو فقراء، هذا خير لها من أن تعطي فلانا ليعتمر، والعمرة عليه أو عليها ليست فريضة ولا واجبة، إنما هي نافلة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. عليه الصلاة والسلام. الأستاذة سارة، ما حكم النحنحة في الصلاة؟ يعني نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، الجمهور من فقهائنا يكرهون النحنحة إلا عند الحاجة، عند الحاجة كأن تكون إشارة ضمنية لسائل يسأل أو من صوت فيه لا طبعا الحاجة الطبية دي ما فيهاش حاجة، ما فيهاش مشكلة، لو الإنسان يعني غلق كما يقولون وتنحنح تسليكا وتسهيلا لمجرى الهواء والحنجرة، هذا ليس فيه شيء، إنما يمكن أن تكون النحنحة إجابة على حد يسأل أو حد بيبحث عن أهل البيت في شيء من الأشياء، فإذا كانت لحاجة صحية أو لحاجة لتنبيه معين فلا بأس بذلك، إنما في بعض الناس نحنح عمال على بطال كما يقولون، فإن هذا انشغال عن الخشوع في الصلاة، ففي هذه الحالة ستكون من مكروهاتها، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. عليه الصلاة والسلام. المني طاهر والمذي غير طاهر،
فالبعض يعني الأخت يعني تقول إن البعض يقول إن هذا مقدمة لذلك، فكيف تكون المقدمة غير طاهرة والنتيجة طاهرة شيخ كريم؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، صحيح جمهور أهل العلم بل عمتهم على أن الودي والمذي وكلاهما من نفس المجرى من النجاسات، بينما المني اختلفوا في حكمه، ليس هناك تسليم، ليس هناك إجماع على أن المني طاهر. الذي ذهب إلى طهارة المني هم الشافعية والحنابلة، إنما المالكية والحنفية ذهبوا إلى نجاسة المني وقاسوا نجاسة المني على نجاسة المذي والودي، وقالوا الثلاثة من مجرى واحد، فازاي نقول اثنين من النجاسات والثالث ليس من النجاسات، والأرجح في المني. ثم اختلفوا على الحديث الوارد عن عائشة أنها كانت تغسل المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرد الآخرون وقالوا وكانت أيضا تفركه، لكن عائشة قالت كنت أغسله إذا كان رطبا وأفركه إذا كان يابسا أو جافا. فالشاهد والخلاصة أنه أنا شخصيا أميل إلى قول الشافعية والحنابلة بطهارة المني، وعامة أهل العلم يقولون المذي والودي لا خلاف فيه على أنه من النجاسات. وليس صحيحا ما قالته أختنا السائلة أن هناك رأيا طبيا أن المني من أن المذي من مكونات المني، هذا ليس بصحيح، ولم يقل به أحد من الأطباء على سبيل القطع واليقين، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. وفيه رحمة من الله عز وجل بالإنسان يعني. نعم، رجل عنده عمارتان ما شاء الله، يبدو أنه كتب ذلك للذكور سمحه الله دون الإناث، وبعد وفاته الذكور يمنعون الإناث من الميراث. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، هذه كارثة مركبة للأسف الشديد أخطأ فيها الوالد عليه رحمة الله وغفر الله لنا وله، أن قضى بغير حكم الله ورسوله، فإن الله تعالى قضى للذكر مثل حظ الأنثيين، وبالتالي لا يجوز أن يمنع الرجل البنات من الميراث. وإن كان الرجل أخطأ وكتب، فعلى الإخوة من الذكور أن يصححوا خطأ والدهم، وإلا فسيكون قد استحلوا هم أنفسهم مال ونصيب أخواتهم الإناث عمدا مع سبق الإصرار، فأدخلوا على أنفسهم وعلى أهليهم وأزواجهم وأولادهم الحرام البين. إنما نهيب بهم أن يصححوا خطأ الوالد وأن يردوا حقوق البنات إليهم، هذا أبرأ لذمتهم ولذمة والدهم عند الله عز وجل، وإلا فسيحملوا أوزارهم وأوزارا مع أوزارهم إن لم يتوبوا ويردوا، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. أعتذر عن كل الذين يحاولون الدخول إلى البرنامج، مشاهدين الكرام والمشاهدات الكريمات، أنتم ترون الأسئلة كثيرة ونحن يعني نريد الإجابة، فسامحونا إن شاء الله تعالى، نحن معكم بإذن الله عز وجل السبت إذا كان في العمر بقية. فاتته أو من فاته حركتان خلف الإمام، ركوع أو سجود، فما حكم الصلاة شيخ كريم؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، إذا كان لسه داخل إلى الصلاة وفاته الركوع مع الإمام، فإنه يصلي مع الإمام ولا يعتد بهذه الركعة. إنما إذا كان هو أصلا مؤتم بالإمام ثم أثناء الصلاة وإتمامه فاته ركن واحد أو ركنان من باب أولى مع الإمام، ففي هذه الحالة عليه أن يسقط هذه الركعة من حسابه. ما عندناش ركعة نقص ركوع، نعم. ما عندناش ركعة بسجدة واحدة أدركها مع الإمام ولم يدرك الثانية، ففي هذه الحالة يكمل صلاته مع الإمام، ثم في النهاية الركعة التي فقد فيها ركنا أو ركنين مع الإمام يأتي بها كاملة بعد نهاية صلاة الإمام، يعني لا يعدها، يعني لا يحتسبها، يأتي بها كاملة، ثم يسجد سجدتين بعد الصلاة إرغاما للشيطان أن أنساه، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. أم يوسف، حكم زوج يعامل زوجته بالإهانة والسب والشتم، ويبدو أنها وهي تسأل بكت ضرب وشتيمة وسب ومثل هذه الأمور شيخ كريم، نسأل الله العافية. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، لا شك هذا زوج مخطئ والعياذ بالله، ومرتكب لكبيرة من أكبر الكبائر، نسأل الله لنا وله العفو والعافية، فإن المؤمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس بطعان ولا لعان ولا فاحش ولا بذيء، وإن النبي صلى الله عليه وسلم أدب المؤمن بهذا الأدب فقال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وأين هذا الرجل غفر الله لنا وله من قول عليه الصلاة والسلام خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي،
وأين هذا من قول عليه الصلاة والسلام رفقا رفقا بالقوارير؟ وأين المعروف الذي يكون بين الزوج وزوجته وعشيرهن بالمعروف؟ لا شك أن هذا الرجل هدم هذا كله، فنسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وعليه. أما الزوجة فإنا نهيب بها أن تصبر وأن تحتسب وأن تنصحه ما استطعت إلى ذلك سبيلا، فإذا انتصح فبها ونعمت، وإلا رفعت هذه النصيحة إلى وليها فيأتي وليها لينصحه ويمنعه من هذه الإهانات المتكررة، فلعله أن يتوب أو يرتدع من نصح الناصحين من حوله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. هدانا الله إياه. أمة الله رأت في منامها أمها وجدتها التي توفيت، طبعا الأم ما زالت على قيد الحياة، في مكان مظلم وأن القمر يعني ساطع، ثم رأت الشيخ محمد حسان حفظه الله، ثم رأت امرأة شديدة الجمال ظهرت في القمر، ثم اختفى القمر وظهرت الشمس، فما تفسير هذه الرؤية؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. عليه الصلاة والسلام. هي طبعا الرؤية فيها شقين، الشق الأول ما يختص بالجدة المتوفاة، وهي أنها في مكان مظلم، والمكان المظلم مكان موحش، والظلمة والوحشة نوع يعني من الأمور التي تحتاج من الأحياء إلى جوابر، يعني هذه الجدة الميتة يعني يجتهد لها في الدعاء والصدقة والاستغفار وبعض الأعمال الصالحة، لأنها في مأزق في قبرها بالفعل. أما الشق الأكبر والأشهر في القصة أو في الرؤية إنجاز التعبير، فهو للشيخ حسان حفظه الله عز وجل. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذه الرؤية الطيبة الصالحة إن شاء الله عز وجل من نصيبه، وهذه المرأة شديدة الجمال لعلها من الحور العين التي يرزقه الله عز وجل بها، فالرجل على خير كثير وعلى علم غزير، ونحن نشهد له ويشهد له أهل الآفاق بالأدب والخلق الجم والعلم والجهد والدعوة في الله تبارك وتعالى، وهو جدير إن شاء الله عز وجل بهذه الرؤية الصالحة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن الرؤية أنه يراها المؤمن أو ترى له، فهي رأت له ورأت لجدتها. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. في دقيقة واحدة شيخي الكريم عشان الأذان، سجدة التلاوة سجدة ولا سجدتين؟ سجدة واحدة. جزاكم الله خيرا. لو رفعت صوتها بالتكبير وهي في الصلاة، لو حد على الباب، إن كان التكبير في موضعه من الصلاة فلا بأس، تنبيها اللي بيستأذن عليهم، إنما إذا لم يكن في محله فإنها لا تكبر، إنما هنفترض جدلا إن هي في القراءة تجهر بالقراءة حتى يسمعها اللي بيخبط على الباب، أو في الركوع تجهر بالتسبيح سبحان ربي العظيم حتى تنبه من يدق على الباب أنها في صلاة، لكن لا تكبر في محل التسبيح ولا تكبر أثناء القراءة، إنما بنكبر إمتى؟ لما نكون فعلا في محل التكبير. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. إفرازات دي تنقض الوضوء؟ ما احنا قلنا أمس أن هذه الإفرازات لا تنقض الوضوء، لا تنقض الوضوء، نعم، وتصلي بنفس الصلاة. الإفرازات المهبلية من المرأة والرطوبات الخارجة من الفرج أعزكم الله ليس من نواقض الوضوء ما لم تكن مذيا أو منيا، والله أعلم عليه الصلاة والسلام. اعتذر الأستاذة إيناس. الأذان شيخي كريم جزاكم الله خيرا. هذا وبالله التوفيق، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك ربي وأتوب إليك. دمتم في طاعة الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، فاسألوا أهل الذكر